الدل الأسية دل أسية أسية دل أسية إذا كان كان دال نفتح قوس سين دال نفتح قوس سين يساوي اثنين اثنين أس أس سين اثنين أس سين أوجد أوجد نمرة واحد أولا دال واحد دال واحد و و دالة اتنين أو دال اتنين دال يعني ايه دال؟ الدالة و دال اتنين دال اتنين الإجابة جيم أو الحل دال دال السين بكام؟ واحد السين بره السين بكام؟ واحد دال واحد يساوي اتنين أس واحد يساوي اتنين مرة اتنين ثانية دالة اتنين برضو السين بره السين بكام؟ باتنين دالة اتنين تساوي دالة اتنين تساوي اتنين أس اتنين يساوي كام؟ أربعة اتنين أس اتنين يساوي أربعة مثال مثال اتنين مثال اتنين أوجد أوجد قيمة قيمة سين قيمة سين مثال اتنين اتنين أس سين زائد واحد اتنين أس سين زائد واحد يساوي ثمانية يساوي ثمانية ثمانية الحل حل جواب نقول اتنين أس سين زائد واحد يساوي تمانية التمانية دي لازم الأساس زي الأساس التمانية دي نغيرها تبقى كام؟ اتنين التمانية تساوي اتنين أس كام؟ تلاتة اتنين أس تلاتة يساوي اتنين أس تلاتة سين زائد واحد يساوي كام تلاتة ليه؟ السبب أساس زي بعض سين زائد واحد يساوي تلاتة سين تساوي تلاتة ناقص واحد تلاتة ناقص واحد تساوي اتنين تساوي اتنين اللوغاريتم اللوغاريتم رمز اللوغاريتم هو هو لو 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 صاد صاد تساوي تساوي
ألف ألف أس نون ألف أس نون فإن لو صاد الأساس ألف يساوي نون يساوي نون مثال حول من الصورة الأسية إلى اللوغاريتم نمرة واحد ولد واحد اتنين أس أربعة يساوي 16 اتنين أس أربعة يساوي 16 الحل جواب لو 16 الأساس 2 لو 16 الأساس 2 يساوي 4 نمرة 2 2 أس سالب 5 يساوي 1 على 32 واحد على 32 يساوي الحل لو 1 على 32 الأساس 2 يساوي سالب 5 يساوي سالب 5